بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يفقه من أراد به خيرا في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، نواصل اقتباس الأضواء من فتاوى الحبر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما زلنا معه في كلامه على زيارة القبور وما طرأ عليها من تغيير شنيع عن الوجه المشروع على أيدي المخرفين والمنحرفين الذين يزعمون أن الموتى يكلمونهم ويخرجون من قبورهم لاستقبال زائريهم. والحقيقة أن الشياطين تتمثل لهم في صور الموتى وتخاطبهم ليضلوهم عن سبيل الله. قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك: وهذا كما أن كثيرا من العباد يرى الكعبة تطوف به، ويرى عرشا عظيما وعليه صور عظيمة، ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة، ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس، ويكون ذلك شيطانا. وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس، فمنهم من عصمه الله وعرف أنه شيطان كالشيخ عبد القادر في حكايته المشهورة، حيث قال: كنت مرة في العبادة فرأيت عرشا عظيما عليه نور، فقال لي: يا عبد القادر، أنا ربك، وقد حللت لك ما حرمت على غيرك. قال: فقلت له: أنت الله الذي لا إله إلا هو، اخسأ يا عدو الله. قال: فتمزق ذلك النور وصار ظلمة. وقال: يا عبد القادر، نجوت مني بفقهك وعلمك، لقد فتنت بهذه القصة 70 رجلا. فقيل له: كيف علمت أنه الشيطان؟ قال: بقوله لي: حللت لك ما حرمت على غيرك، وقد علمت أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسخ ولا تبدل. ولأنه قال: أنا ربك، ولم يقدر أن يقول: أنا الله، ولم يقدر أن يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. قال الشيخ: ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله، وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة، ومستندهم ما شاهدوه، وهم صادقون فيما يخبرون به، ولكن لم يعلموا أن ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرا لطوائف من جهال العباد. يظن أحدهم أنه يرى الله تعالى بعينه في الدنيا، لأن كثيرا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان، وكثير منهم رأى من ظن أنه نبي أو رجل صالح أو الخضر وكان شيطانا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فهذا في رؤية المنام، لأن الرؤية في المنام تكون حقا وتكون من الشيطان، فمنعه الله أن يتمثل به في المنام. وأما في اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنيا. وأقول ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام تكون حقا مقيد بمن يعرف صورة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، أما من لا يعرفها حقيقة فقد يكذب عليه الشيطان ويدعي أنه الرسول فيصدقه الرائي، لأنه لا يعرف صورة الرسول الحقيقية عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: ومنهم من يظن أن من يتمثل له من الشيطان أنه ملك من الملائكة،
والملك يتميز عن الجني بأمور كثيرة، والجن فيهم الكفار والفساق والجهال، وفيهم المؤمنون المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكثير ممن لا يعرف أن هؤلاء جن وشياطين يعتقدهم ملائكة، والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها، وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل أو تمريض أو نحو ذلك، وتارة يجلبون له من يريده من الإنس، وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك، فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وإنما يكون مسروقا، وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد، فمنهم من يذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعودون به، فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين، لا أحرم ولا لبى ولا طاف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ومعلوم أن هذا من أعظم الضلال، وعند المشركين عباد الأوثان ومن ضاهاهم من النصارى ومبتدعة هذه الأمة في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه. فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت والاستغاثة به نبيا كان أو غير نبي إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب ضلاله، كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم فيرون من يكون في صورتهم ويظنون أنه في صورتهم، أو يظنون أنه في صورتهم ويقول أنا فلان ويكلمهم ويقضي بعض حوائجهم، فإنهم يظنون أن الميت المستغاث به هو الذي كلمهم وقضى مطلوبهم، وإنما هو من الجن والشياطين. ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة، والملائكة لا تعين المشركين، وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله. وفي مواضع الشرك من الوقائع والحكايات التي يعرفها من هنالك من وقعت له ما يطول وصفه، وأهل الجاهلية فيها نوعان، نوع يكذب بذلك كله، ونوع يعتقد ذلك كرامات الأولياء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله انخداع بعض الجهال بمن تحصل على أيديهم هذه التمثيليات الشيطانية، فخضعوا لمن يحصل له ذلك وانقادوا له واعتقدوا أنه من أولياء الله، مع كونهم يعلمون أنه لا يؤدي فرائض الله حتى ولا الصلوات الخمس، ولا يتجنب محارم الله لا الفواحش ولا الظلم، بل يكون من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى التي وصف الله بها أولياءه في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فيرون من هو من أبعد الناس عن الإيمان والتقوى له من المكاشفات والتصرفات الخارقات ما يعتقدون أنه من كرامات أولياء الله المتقين. فمنهم من يرتد عن الإسلام وينقلب على عقبيه، ويعتقد في من لا يصلي بل ولا يؤمن بالرسل أنه من أعظم الأولياء والمتقين، وسبب ذلك أنهم استدلوا على الولاية بما لا يدل عليها، لأن دليل الولاية الإيمان والتقوى، وهؤلاء من أبعد الناس عنهما، نعوذ بالله من الخذلان والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.